هاتفيا ينضم الينا استاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. برحب بحضرتك يا فندم، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اكثر من 75 عام من الانتهاكات الاسرائيليه ضد الشعب الفلسطيني الاعزل والمدنيين، وطبعا الاطفال والشيوخ الذين يقتلون كل يوم وكل لحظه. الان آن الاوان لان يعني يصرخ العالم ضد هذه الممارسات ويتقدم بشكل قانوني امام محكمه العدل الدوليه لدعم القضيه الفلسطينيه ودعم ايضا الشعب الفلسطيني، ومشاركه مصر بالتاكيد لها اهميه في هذه المرافعات وتقديم ومذكرة ومرافعة أمام محكمة العدل الدولية. كيف ترى هذا الدعم القانوني يا فندم؟ هو طبعا هذا الدعم ينطلق من دور مصر المحوري تجاه القضية الفلسطينية، والدعم المستمر من جانب مصر للقضية الفلسطينية الذي استمر على مدى أكثر من 75 عاما هو عمر هذه القضية. مصر قدمت مذكرة لمحكمة العدل الدولية، واليوم ستقدم مرافعة شفهية أمام المحكمة لطلب الرأي الاستشاري، باعتبار أن المحكمة يعني هي صاحبة الاختصاص في هذا الموضوع، والمذكرة تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. طبعا المذكرة المصرية تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، وكذلك السياسات الإسرائيلية التي ضمت الأراضي وتهدم المنازل وترحل وتعتزم تهجير الفلسطينيين، وقامت بالفعل بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة من شمال القطاع إلى وسطه، ثم الآن إلى جنوب القطاع وإلى منطقة رفح بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية. طبعا الشعب الفلسطيني من حقه تقرير مصيره وفقا لمقررات الشرعية الدولية ووفقا لاتفاقية أوسلو الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية. طبعا المذكرة تتضمن رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري، إلى جانب طبعا أنه المذكرة والمرافعة المصرية التي ستقدم اليوم تطالب المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة الأفعال التي تقوم بها الآن ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمطالبة بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس المحتلة، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات غير المشروعة. طبعا المذكرة أيضا والمرافعة ستطالب المجتمع الدولي وكافة دول العالم بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، والكف عن توفير الدعم لإسرائيل حتى يعني لا تستمر في عدوانها على الشعب الفلسطيني، إلى جانب طبعا المطالبة بضرورة اطلاع المؤسسات والمنظمات الدولية على رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بدورهما في حماية الشعب الفلسطيني وعدم يعني الإذعان لإسرائيل التي تحاول فرض الأمر الواقع على الأراضي الفلسطينية المحتلة. تلك المذكرة مهمة للغاية، إلى جانب أنه طبعا باعتبار أن مصر يعني الدولة العربية الكبرى في محيطها وهي الداعم الرئيسي للحق الفلسطيني، فهذا واجبها تجاه الشعب الفلسطيني، وأعتقد أنه هذه المرافعة مهمة اليوم. طيب، ما أهمية أن تتقدم البلد الداعم الأول للقضية الفلسطينية؟ طبعا الدولة المصرية يعني هل هذا ثقل الدولي الذي تحمله الدولة المصرية من كيان موجود في الشرق الأوسط داعم منذ اللحظات الأولى لهذا يعني للدولة الفلسطينية والقضية الفلسطينية، ما أهمية أن تقدم مصر يعني هذه المذكرة؟ كيف ربما يغير من مسار القضية الفلسطينية في حالة تقدمت مصر أو بتتقدم مصر وتترافع أمام محكمة العدل الدولية الاعتراف بجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني؟ وكيف يغير مسار القضية؟ طبعا باعتبار أن مصر دورها محوري ودور رئيسي في المنطقة، إلى جانب أن مصر طبعا أولى الدول العربية من أولى الدول العربية التي وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل، وبالتالي الآن المطلب المصري طبعا سيحظى بقبول من جانب محكمة العدل الدولية، نظرا للكثير من الاعتبارات، وعلى رأسها أن مصر دائما ما تحترم القوانين وتحترم القواعد الدولية والشرعية الدولية، بدليل أن الممارسات الإسرائيلية على مدى
هذه السنوات الطوال منذ 1948 وحتى الآن إسرائيل لم تحترم أي يعني قرار يصدر من مجلس الأمن الدولي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، وآخرها طبعا عندما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارين ملزمين لإسرائيل، ومجلس الأمن الدولي أصدر قرارا أيضا، إلى جانب أنه طبعا محكمة العدل الدولية مؤخرا عندما يعني أصدرت 6 مبادئ رئيسية، ومع ذلك ما زالت الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني مستمرة، ولم تحترم إسرائيل أي من تعهداتها الدولية، بدليل أنه حتى اتفاقية أوسلو الموقعة مع الحكومة بين حكومتين، الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة في قائدها في ذلك الوقت ياسر عرفات، وقعوا اتفاقية الآن تتنصل منها الحكومة الإسرائيلية، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أكد أنه لن يعترف بحق فلسطين في إقامة الدولة المستقلة، وهو منصت عليه اتفاقية أوسلو. فطبعا عندما تتقدم مصر بمذكرتها وعندما تترافع اليوم أمام محكمة العدل الدولية، فهي لها دلالة مهمة للغاية أن مصر بالفعل تحتكم إلى القانون الدولي وتحتكم إلى الشرعية الدولية، وهي تطالب المحكمة بأن تقدم رأيا سيقدم بعد ذلك إلى يعني الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي باعتبارهما المعنيان بحفظ السلم والأمن الدوليين، وهما الجهتان اللتان يجب أن يعني تنفذان القانون الدولي على جميع دول العالم بلا استثناء. فإسرائيل الآن يعني ليس أمامها إلا خيار وحيد، هو احترام حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. نعم، من المعروف أستاذ صلاح أنه هذه القرارات التي ربما تخرج عن المحكمة، محكمة العدل الدولية، ربما لا تكون ملزمة بشكل قانوني لطبعا دولة، وحتى وإن كانت يعني لاحظنا جميعا أنها لا تكترس لأي طبعا قوانين أو شرعية بما ترتكبه من مجازر في حق الشعب الفلسطيني، ولكن ربما يكون ما يخرج عن المحكمة أنه يكون ملزم أخلاقي حتى أمام المجتمع الدولي. ما الفائدة وما تأثير هذه القرارات وإن كانت غير ملزمة في سير الصراع في الحرب الدائرة ما بين طبعا الفلسطينيين وإسرائيل؟ طبعا هي قرارات غير ملزمة، لكنها قرارات ذات جدوى على المدى الطويل، لأنه عندما تدين محكمة العدل الدولية وهي المحكمة الأولى والمحكمة المعنية بمثل هذه الجرائم، على الرغم من عدم يعني إلزامية قراراتها، لأنه الصيغة الإلزامية فقط يحتفظ بها مجلس الأمن الدولي، ومع ذلك عندما تعرض القضية الفلسطينية على محكمة العدل الدولية أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، رغم أنها لا تحمل صفة الإلزام، لكنها تحمل كما تفضلت حضرتك الصفة الأخلاقية، وأمام العالم بأسره أنه هناك إدانة واضحة من جانب يعني أعلى محكمة دولية معنية بتطبيق القانون الدولي، إلى جانب أنه الرأي الاستشاري سيعرض بعد ذلك على الجمعية العامة للأمم المتحدة وستتخذ قرارات بموجبها. ورغم عدم إلزامية هذه القرارات، لكنها بالفعل إسرائيل ستكون أمام المجتمع الدولي مدانة وتخرق القواعد والقوانين الدولية، وبالتالي سيكون هناك معاملة مختلفة كما رأينا في الفترة الأخيرة عندما يعني مارست كل صنوف الإبادة الجماعية، وجدنا أن دولة مثل جنوب أفريقيا ودولة أخرى مثل البرازيل التي سحبت سفيرها وطردت السفير الإسرائيلي من أراضيها، إلى جانب التصريحات التي تصدر كل يوم من عدد من دول العالم. أعتقد أنه حتى إلى جانب ذلك هناك تغير في نظرة الدول حتى التي تساند إسرائيل بشكل واضح، لكن هناك معيار أخلاقي ومعيار قانوني أيضا يجب الانتباه إليه، وأن إسرائيل الآن يعني أصبحت يعني إذا عدنا إلى الوراء عندما ارتكبت المذابح بدءا من دير ياسين وصبرا وشتيلة وغيرها من المذابح التي ارتكبتها إسرائيل والتي أدانتها شعوب العالم، فأعتقد أن هذه الإدانة في حد ذاتها تحمل إسرائيل مسؤولية أخلاقية ومسؤولية قانونية بعد ذلك على المدى الطويل. فلا يجب أن ننظر إلى الأمر فقط بأنه إسرائيل لن تلتزم، سيأتي الوقت الذي تلتزم وستجبر على الالتزام بمعيار الدول التي بالفعل سيكون أمامها خيار وحيد، هو خيار نصرة الشعب الفلسطيني، ولنا في جنوب أفريقيا عندما كانت تمارس الأبرتايد والفصل العنصري، وبعد ذلك أذعنت لحكم الأمر الواقع وطبقت المعايير الدولية والأخلاقية، ونراها الآن
دولة متطورة، إلى جانب أنه كل صنوف الاحتلال التي مورست على دول القارة الإفريقية ودول العالم انتهت تماما، وسينتهي الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني إن آجلا أو عاجلا، وسيحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه. تلك حقيقة التاريخ وتلك الأمور التي بالفعل يعني نؤمن بها ويؤمن بها كل شعوب العالم. فأعتقد أنه أمام إسرائيل خيار وحيد هو خيار أن يعني تستجيب لمطالب المجتمع الدولي وأن تحقق العدالة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته وحقوقه في أن يكون له وطن كسائر شعوب العالم. نعم، هناك مطالبات دولية من المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي إجراءات إسرائيلية في هذا السياق، يعني في فيما يحدث، يعني هل ترى أن إسرائيل ربما يكون لديها إجراءات قانونية في ظل كل هذه التحركات ومرافعات 52 دولة تقريبا واعتراف المجتمع الدولي كله بهذه الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي؟ ما أهمية هذه الإجراءات القانونية في ظل هذا الرفض لطبعا الممارسات الإسرائيلية التي يعني يقتل من خلالها آلاف يعني البشر يوميا؟ هناك إبادة جماعية العالم يشاهدها، يعني الأمر اختلف الآن عن ذي قبل، يعني في سنة 48 عندما ارتكبت مثلا مذبحة دير ياسين لم يكن هناك إعلام على هذا النحو الذي نشاهده اليوم. هناك فضائيات، هناك يعني السوشيال ميديا تنقل على الهواء مباشرة، هناك الكثير من التفاعل الإيجابي بين شعوب العالم حول ما يجري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. فالمذبحة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني يشاهدها العالم على مدار الساعة، فلا أعتقد أنه يمكن إخفاء أي شيء، بدليل أنه حتى وسائل الإعلام الإسرائيلية عندما وقعت عملية 7 أكتوبر يعني هي التي كشفت بعض ما جرى، وأن الجيش الإسرائيلي هو الذي استهدف بعض المناطق وقصف يعني وقتل يعني أبناء شعبه، إلى جانب يعني ده اللي كشفه وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى جانب أنه أيضا الجثث التي أحرقت ثبت أن الذي أحرقها هو الجيش الإسرائيلي وليس المقاومون الفلسطينيون. فالعالم الآن يشاهد ما يجري، وطبعا هذه الذاكرة لن لا يمكن محوها بسهولة. فأعتقد أنه حتى وإن كانت القوانين والقرارات التي ستصدر عن محكمة العدل الدولية أو الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة، لكن هناك إلزام شعبي وإلزام دولي آخر. أعتقد أنه الضغط على إسرائيل، بدليل أنه الآن هناك مطالبات مستمرة بتفكيك المستوطنات الإسرائيلية، لم يكن هذا المطلب قبل عام أو قبل عملية 7 أكتوبر موجود على هذا النحو من الإصرار الدولي، أنه هناك ممارسات غير قانونية تجري على الأرض، وهناك اغتصاب لأراضي دولة أخرى الآن يجب أن تعاد، وهناك مطالبات بتفكيك هذه المستوطنات، إلى جانب أنه دولة زي فرنسا وبريطانيا تدين المستوطنين وتدين ممارساتهم، بل وتمنع يعني وتصدر أحكاما ضد عدد من المستوطنين الذين يستهدفون الفلسطينيين في مدنهم. وأعتقد أنه هذا تحول في الرأي العام العالمي، ونتيجة ما يحدث الآن بطبيعة الحال سينعكس سلبا على إسرائيل، بدليل ما نشاهده أن هناك بالفعل مطالبات بإيقاف العدوان على إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، إلى جانب أنه هناك أيضا مطالبات لم تكن موجودة من قبل بتفكيك المستوطنات وغيرها وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه حتى من تلك الدول الداعمة لإسرائيل. أستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة الأنباء الشرق الأوسط، بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معي.